So glory be to him in whose hand is the dominion of all things. Malakut means mulk, the vav and ta have been added for hyperbole, and to whom you will be returned, restored, in the hereafter. Meccan, it consists of 182 verses, revealed after, Surat, Al-An'am. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين And strike for them as a similitude, Mathalan is the first direct object, the inhabitants, Ashaba is the second direct object, of the town, of Antioch, Antakya, when the messengers, namely, Jesus's disciples, came to it. Ija Hail Mursaluna is an inclusive substitution for Ashaba al-Kariati, the inhabitants of the town. When we sent to them two men, and they denied them both, from it arsalna ilayhim ithnaini fakadhabuhuma to the end is a substitution for the previous id, when, so we reinforced, them, read fa azazna or fa azazna, in other words, we reinforced the two men, with a third, and they said, we have indeed been sent to you, by God. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا
إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Follow, Itabiyu. This reiterates the preceding, Itabiyu, them who do not ask you for any reward, in return for, delivering to you, the message, and who are rightly guided. And so he was asked, do you follow their religion? So he replied, 503 And why should I not worship him who originated me, him who, created me? In other words, there is nothing to prevent me from worshipping him when the necessitating factors for this exist, and the same applies to you, and to whom you shall be returned, after death, whereupon he will requite you for your disbelief. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون And a sign for them of our power is that we carried their seed, Duryatahum, a variant reading has Duryatium, that is to say, their original ancestors, in the laden ark, that is, Noah's fully loaded ship. And we have created for them the like of it, that is, the like of Noah's ark, namely, the small and large ships resembling it which they have made, by the instruction of God, exalted be He, in which they ride. And if we will, we drown them, despite the existence of ships, for them to ride safely in, whereat they have no one to call to, none, to succor them, nor are they rescued, delivered. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين It is but a single cry, and, behold, they will all be arraigned before us. So today no soul shall be wronged in any way, and you shall not be requited, except, the requital of, what you used to do. Indeed today the inhabitants of paradise are busy, read Fi Shuglin or Fi Shugulin, oblivious, to what the inhabitants of the fire are suffering, busy, delighting in pleasure such as deflowering virgins, not busy with anything wearisome, as there is no toil in paradise, rejoicing, blissful, Fakihuna is a second predicate of Inna, the first being Fi Shugulin, busy. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Or have they not seen, have they not realized, the interrogative is meant as an affirmative, and the vav inserted therein, in awalam, is for supplementation, that we have created for them, and for all human beings, of what our hands worked, of what we have made without any partner or helper, cattle, namely, camels, cows and sheep, so that they are their owners, masters, controlling them. And we have subdued, we have disposed, these, cattle, for them, so that some of them provide rides for them and some of them they eat. And there are other benefits for them therein, such as their wool, fur and hairs, and drinks, made, from their milk. Mashrib is the plural of mashrib meaning sherb, a drink, or, what is meant is, the place, from which the drink issues. Will they not then give thanks, to the one who has bestowed these graces upon them and so become believers? In other words, they do not do, any of, this.